نواقض الوضوء، يعني أشياء إذا حدثت للإنسان لابد أن يعيد الوضوء، وضوءه أصبح باطل غير صحيح. وضوء لامس يتر يلامس يتر يلامس تمكر الوقت ثم لامس توضع شكلهم شو يتر دمائي. الخارج من السبيلين مطلقا، الخارج من القبل، من الدبر، من ذكر، من أنثى. لامس توك لامس كرر دونها شين بيحكي بيترا هو الرياضة. نعم، سواء كان بول أو غائط. ملخ بيخشون هذا أريول شلا شين بيحكي شين بيحكي يول بيترا أريول شلا لامس توك ديش دونها. أو ريح أو دم. خلي الإزاتي يقيد قدعة الله بيوخم شف. الثاني زوال العقل بنوم مثلا. يوغا حيقل دعدا لر حيقل دعدا لر خلي الإزاتي نبقي درت. أو إغماء أغمي عليه. يا أمرك وجرت. أو نسرع في السلامة سكر شرب الخمر. يا بيغن خضرت. أو جنون. يا جن جو ديال قلوة لرت. كذلك أكل لحم الإبل، أكل لحم الجزور، إذا أكل لحم الجزور انتقض الوضوء. إشتا فيربلود ديتو جيش دي أنشخينا لا مسكر الوضوء. وكذلك الإسراع في السلامة إذا ارتد عن الدين، كان يسب الدين، يسب النبي صلى الله عليه وسلم، يطوف حول القبور مثلا. إشتا بوصل دين شوري أروى الأرتاني الله عن لير خليلي بايمر عن لير خليلي وما أولش يا طلع في دولته وكش حلقة أحقق تملا مذكرة دولش دوما.